النهاردة بقى هعمل معاكم كنافة بالقشطة، هقول لكم سر التسوية المظبوط بتاعتها والقوام المظبوط ودرجة الحرارة بتاعتها، وهنعمل الحاجات بكل التكاتف وكل التفاصيل احسن من اللي بتنشري بمراحل. لو انا قلت زي اللي بتنشري يبقى انا ظلمتها. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفة المميزة. أتمنى من حضراتكم تحطوا اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو، واللي ما اشتركش يشرفني ونورني ويشير في القناة، فعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه بمشيئة الله. وشير للفيديو، أتمنى ان تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. بسرعة كده يلا ونشوف المقادير بتاعتنا السهلة البسيطة. احنا معانا 200 جرام كنافة بس، مفيش اكتر من كده. شايفين الجمال؟ حبيت اوريها لكم في الاول كده قبل ما اخش على الفيديو. طبعا التصوير يا جماعة ظالمها، ده هي جميلة جميلة عن كده كمان بالمراحل. فاتمنى ان تشاهد الفيديو ده وتشوف المقادير معانا بقى مرة واحدة. يلا ان شاء الله معانا 200 جرام كنافة متفرزة، اهم حاجة تكون مفرزة في الفريزر. لو عندك كبة ممكن تاخديها ضربة في الكبة، علشان احنا عايزين الكنافة تكون ناعمة، علشان اما نيجي نحمرها تتحمر يبقى السوا بتاعها واحد، اللون موحد. فحابة ان انتي تفرزيها وتطلعيها تكسريها بايدك كده تنعميها خالص ماشي. عندك كبة برضو هتفرزيها وتحطيها وهي متلجة كده، تحطيها في الكبة ضربتين اتنين هتلاقيها كلها نعمت تماما. يعني وصفتي النهاردة وصفة جميلة جدا يا جماعة، سهلة وبسيطة، بتعمل مزيج بين المهلبية وبين الكنافة والقشطة كمان. يعني احنا هنحط قشطة، هنعتبر ان دي كنافة بالقشطة. حاولي تنعمي الفرافيت اللي هي متماسكة مع بعضها دي، تحاول ايه تنعميها، متخلاش متماسكة مع بعضها. بعد ما خلصنا الكمية زي ما انتوا شايفين كده، احنا خلصناها ونعمناها خالص اهو زي ما انت شايفه كده، هو ده اللي احنا عايزينه. تحاولي الفرافيت اللي هي بتبقى لازقه ببعضها دي فرفطيها. معانا 4 معالق زبده، يفضل تكون زبده مش يعني مش سمنه نباتي يعني. فلو ما فيش خلاص ما فيش مشكله، ممكن تعمل سمنه نباتي عادي 4 معالق، وممكن تحطي معلقتين زيت ومعلقتين زبده، بس برضو يفضل يكون سمنه مش زيت. يعني انا بقول لكم كل التكات بامانه، يفضل ان يكون سمنه مش زيت. هنسيح 4 معالق. ما تحطيش الكنافه قبل ما الزبده تسيح، بس اهم حاجه في الموضوع ده يا جماعه تقليب مستمر. هننزل بالكنافه بتاعتنا عليها الزبده، هوريك المراحل بتاعه اللون بتاعها. فاول ما تقلبي كده هتحسي ان في تكتلات حصلت في الكنافه، ما تقلقيش، اول ما بتحمر التكتلات دي بتفك على طول. يعني انا هوريكي كل المراحل بتاعتها دلوقتي والشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايفه كده انا بقلب على طول، بتاخد حوالي ربع ساعه. شايفه عملت شوية تكتلات اهو، بعد كده هتفك تاني عادي خالص مفيش مشكلة. نار متوسطة، تقليب مستمر. بدأ اللون يخش في اللون الذهبي الجميل، لسه شوية برضو معاها تقلبتين شوية كده، علشان انا عايزة احمرها ويبقى لونها غامق شوية عن كده، علشان تديني طعم الكنافة اللذيذ. دخلت في اللون اللي احنا عايزينه اهو، خلاص هو ده اللون اللي احنا عايزينه يا جماعة. شايفة طبعا هي حمرة عن كده، يعني لونها ذهبي اكتر من كده. الكاميرا هي اللي عاملاها اللون كده، لان الاضاءة عالية، فالاضاءة ما يكون عالية فاللون بتحس ان باهت شوية يا جماعة، لكن اللون بتاعها جميل جدا اهو زي ما انت شايفة كده. خلاص احنا كده استكفينا باللون اللي احنا عايزينه. بعد كده هتحطيها في بولة باردة علشان ما تاخدش حرارة من الطاسة اللي احنا محمرينها فيها فتحمر زيادة. بعد كده هنضيف لها الاضافات اللي احنا هنقول لك عليها دلوقتي. رشه فانيليا،
معانا 4 معالق من اي مكسرات عندك. انا هحط مع 4 معالق عين جمل مجروشين جامد ناعمين، حابه تحطي فيل سوداني ماشي، حابه تحطي فستق كاجو براحتك. نقلبهم كويس جدا. معانا 4 معالق من السيرب التقيل، دول 4 معالق سيرب تقيل بارد وكنافه بارده، مفيش مشكله. والكنافه طبعا لسه يعني دافيه، مش يعني السيرب بارد لكن الكنافه دافيه. وهنبدا نقلبهم كويس قوي ونركنهم على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. اتمنى ان تشاهدوا الفيديو ده يا جماعه، واللي محطش لايك يحط اللايك، واللي ما اشتركش يشرفني ويشترك في القناه علشان القناه تكبر بيكم مشيئه الله. نبدأ نحطها على جنب كده. ومعانا كيلو لبن ده يا جماعة، كيلو لبن. معانا رشة فانيليا. معانا 2 معلقة قشطة، ودي اختياري، لو عندك ماشي، ما عندكيش مفيش اي مشكلة. انا بدعم الوصفة بتاعتي علشان المهلبيه بتاعتي تبقى كريمي، فلو ما عندكيش القشطه مفيش اي مشكله. بعد كده السكر حسب الرغبه، السكر المظبوط يا جماعه حوالي 1 كوباية سكر للكيلو اللبن ده. انا احط النشا، ياخدت 4 معالق نشا هرمي، يعني 4 معالق نشا كبار هرمي. بس انا حطيت في الاول 2 لحد ما طبخها على النار ولقيت ان هي عايزه تاني، فحطيت 2 معلقة تاني. بس فيها تكايه مهمه عايزه اقول لك عليها، لو هتزودي النشا اوعي تزودي النشا مباشر بودره كده، بتجيبي 2 معلقة نشا وتقلبيها في ميه بارده الاول، وبعد كده تنزلي عليها على النشا مع التقليب بالمضرب مستمر. مجرد انت بتدلقي النشا على الخليط وهو على النار، بس تقليب مستمر بسرعه. ومعانا 1 كوباية سكر، بس انا حطيت سكر قليل لان انا بحب السكر خفيف في الحاجه اللي انا بعملها، لكن السكر المظبوط هتحطي 1 كوباية سكر على كيلو اللبن. يا رب ان انا اكون افدتك وقلت لك كل حاجه. هنقلب على البارد كده كويس قبل ما نرفع على النار ونروح للبوتاجاز بتاعنا. تقليب مستمر، هتحطي النار تعلي نار عادي مفيش مشكله، بس اهم حاجه اوعي تسيبيها، لو سبتيها تعمل تكتلات منك وهتخرز منك. قلنا المقادير تاني، اقول لك المقادير، ده كيلو لبن، رشه فانيليا، 1 كوباية سكر، معانا 4 معالق هرميين نشا كبار. يتقلبوا كلهم على البارد الاول قبل ما ترفعيها على النار. بدات تغلي اهي خلاص، اول ما تغلي تقفلي النار على طول، خلوش الطعم يا جماعة بين المهلبية والكنافة المتحمرة، يعني بتبقى ريحة وطعم رهيب رهيب رهيب، طعم جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وترجعوا تاني تقولي رأيكم في التعليقات. بعد كده خلاص المهلبية استوت، بجيب حاجة بايركس كده ولا اي حاجة عندك، وابدأ احط رق كنافة ورق مهلبية، رق كنافة ورق مهلبية حسب ما يقضي كمية معاكي. دلوقتي احنا بدنا نسيبها تبرد ونحطها في التلاجة، هتجمد تماما. حابة انت عندك اي مكسرات تانية ممكن تحطيها في المهلبية رش عليه كده قبل ما تحطي الكنافة براحتك، دي حاجات ايه اختياري. جوز الهند برضو براحتك، بس انا مش بحب ان انا احط جوز الهند. شايفين الكنافة مفرفطة كده شكلها جميل ازاي. وبعد كده هنحط رق برضو مهلبية، احنا هنحط حوالي 3 رقان، 3 كنافة و3 مهلبية. طبعا دي مهلبية بالقشطة،
دي بيبقى كنافة بالقشطة، تاكليها كده حاجة كده من الآخر، حاجة كده جميلة وطعم أجمل. عاملة حاجة في البيت، عاملة حاجة تعتبر إن هي حلويات باردة هتحطيها في التلاجة، يعني طعمها بصراحة لذيذ جدا. حابة اوريكم كل التفاصيل علشان تبقى انت شايفه هي بتتعمل ازاي بالظبط. بتخلي كله الطابق بيبقى كله مهلبيه، يعني بتحطي الطبق كله مهلبيه، لما تيجي تقطعيها في الاخر بيبقى بيظهر لك كده رقان، بيبقى شكلها جميل جدا، بيبقى رق مهلبيه، رق ابيض ورق ذهبي، فبيبقى دي الشكل جميل جدا في الاخر. هوريها لك دلوقتي. تحاولي تقسمي الكنافة مظبوط، ما تخليش حتة ما فيهاش كنافة، كله يبقى فيه. بعد بقى ده الطبق الاخير اهو، ده خلاص بقى خلصت، بحط الطبق اللي فوق الكنافة الأخراني. كل ما بتدعمي المهلبية بالقشطة بتديكي قوام كريمي وطعم جميل. ده الطبق الأخير اهو زي ما انتوا شايفين. تحاولي بقى ما تخليش المهلبية تبان، هتحطي الكنافة كلها زي ما انتوا شايفة كده. الإضاءة يا جماعة هي اللي مخليها فاتحة كده، لكن هي لونها ذهبي وشكلها أجمل بصراحة. هتحطيها في التلاجة حوالي ساعتين، ما تقطعهاش قبل ساعتين، يعني هتحطيها في التلاجة ساعتين، ممكن 3 ساعات، بس مش قبل ساعتين تقطعيها علشان تجمد تماما والقطعة تطلع بقطعتها زي ما انت شايفة كده. نبدأ نقطعها. بقول لكم الإضاءة ظلمها بصراحة، لكن اللون غير كده تماما، مش عارفة الإضاءة معاندة معايا. زي ما انت شايفة كده بتطلع بقطعتها كده، شايفة الإضاءة برضو مش مبينة الرقان اللي أنا بقولك عليها، شايفين؟ شايفين بدأت تبان على اللون على حقيقته بقى. هو ده، يا رب الفيديو يكون يعجبكم، بس لو عجبكم ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. انا عايزك تجربي الوصفه دي وترجعي تكتبي لي في التعليقات رايك ايه في الوصفه الجميله دي. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.